في الفيديو النهاردة هنتكلم على موضوع مهم قوي. لو اول مرة تخرج معاها هتعمل ايه؟ بقالي 10 ايام ما قلتش الكلمة اللي انا يعني بحبها جدا. من يوم الحد اللي فات او الاثنين اللي فات ما قلتش الكلمة دي، وحاسس ان انا يعني جوايا حاجة عايز اقولها قوي. انت تعبان ازايكو؟ مش اصيع، هو اصيع والذ واشيك وافرم. افرم دي ليها زي فورم، يعني فورمه بس صفه معموله صفه يعني في العالم. هو ده اللي انت لازم تفكر فيه دايما، حتى لو انت شايف ان انت فيك مشاكل كبيره وعيوب بالهبل، برضو لازم تفضل شايف نفسك كده. عشان طول ما انت شايف نفسك كده هيبقى عندك هدف ان انت تفضل تشتغل عشان تبقى كده. لو انت حتى مش كده، بس ما تقولش انا صفر خالص ومش عاجب اي حد ومفيش حد هيبص لي، فبلاش اقول على نفسك كده. لا، قول لنفسك كده كل يوم عادي وهتبقى احسن. تفهم انت وصل لك خلاص اللي انا عايز اقوله؟ ما يعني بلاش نفرهد بعض في الكلام في الموضوع ده. يلا ندخل في موضوع الفيديو. طبعا زي ما انت فاهم انا مش هاجي من بره كده اللي هو ان انا الشخص اللي هو الفريكيكو اللي هقول لك بص يا معلم هتعمل ايه بالظبط عشان يحصل 1 2 3. لا، لازم اقول لك في الاول خالص ان انا كنت يعني في مواقف معينه مغفل، وفي مواقف جايه كتير هبقى مغفل فيها. احنا عادي جدا المواقف دي نفتكرها ونضحك عليها ونتعلم منها، فدي حاجه رهيبه. يعني دي احلى حاجه في الدنيا ان انت تشوف نفسك في موقف وتقعد تضحك على نفسك بدل ما تقعد تقول يا ابن الذين يا ده غبي ازاي عملت كده. انا عامه بقول كده بس بقولها وانا بضحك، اللي هو لا بقول كلمه مثلا بتطلع مني وروح قايل في دماغي يا ساتر استحمل اللي هيحصل دلوقتي. فممكن عادي جدا تقول حاجه لحد وشه يتقلب او يسيبك ويمشي او يبص لك من فوق لتحت، كل الكلام ده عادي جدا، دي حاجات تضحك. انا برضو ما دخلتش في الموضوع بتاع الفيديو، ولا هو ده في موضوع الفيديو؟ يعني معلش يعني انا بحب ارغي كتير فاستحملني، بس هنوصل للنقطه اللي احنا عايزين نتكلم فيها دلوقتي. انت قررت طبعا، يعني انا هتكلم بصيغه ان انت رايح تقابل واحده عشان تتجوزها عشان تخطبها. لان انا لو قلت ان انت مثلا واحده بنت عامه بتحرض الشباب على الرذيله، المهم انت دلوقتي نازل مع خطيبتك او واحده هتخطبها ورايح تقابلها، اول نازله بقى اللي هي ايه، نازله احنا الاثنين مثلا مع بعض. وارد جدا النازله دي اصلا يكون فيها اهالي، يعني لو انت رايح بقى اللي هو بقى جد جد يعني، او اللي هي زي قعده تعارف هتوصل لجوازه. هقول لك على حاجات اللي هي ممكن تساعد شويه ان الموضوع ده يعني يعدي بشكل يبسطك. مبدئيا اول حاجه زي ما قلنا لازم تبقى شايف نفسك، وزي ما قلنا في فيديوهات كتير قوي انت جايزه. انا طبعا بتكلم دلوقتي بكلم الرجاله، بس طبعا في بنات بتتفرج فانا بكلمك برضو بنفس الشكل. انت دلوقتي جايزه، اللي هيقعد معاك هو عمره ما دخل معاك في الغويط قوي وعرفك قوي عشان يتاكد ان انت جايزه. ففي انطباع كده الناس بتاخده في الاول من اللي هي القعدات اللي هي او النزولات اللي في الاول، بيبتدي يعمل البني ادم هو طبعه كده بيبتدي يعمل بس زي ليست. ده بيعمل كذا، حلو جدا، ادي اكس ممتاز هديله صح. بيعمل لستة كده لحاجات هو متخيلها او عايزها في الشخص اللي معاه. فعايزك تشيل موضوع الليستة ده من دماغك خالص، ما تقلقش خالص البنت هتاخد علامات ايه. هنبدأ بالموضوع من وانت في البيت. زي ما قلنا قبل كده 100 مرة انت جايزة، عايزك تردد حتة انت جايزة دي لنفسك وانت في المراية بعد ما تكون خدت دش وحطيت مزيل العرق بتاعك واخترت برفيوم او يعني كولونيا. ما تبقاش اللي هو مثلا في اوقات انا بحب حاجات انا عارف ان هي ممكن تخلي حد جنبي يغمى عليه من تقل الريحة ما تعجبوش، فيها عود بزيادة مثلا، او رجالي اللي هي بتاعت الابهات الكبار مثلا. فبلاش الحاجات اللي هي النفاذة قوي، او الحاجات اللي انت بتحبها انت شخصيا وفي ناس كتير قوي ما بيحبوهاش بس انت بتحب تحطها عشان بتبسطك انت. ممكن مثلا تستعملها وتسال راي اختك، تسال راي مامتك برضو، فعادي يعني خد رايهم طبعا، دي حاجه حلوه جدا. وبمناسبه البرفيومز لازم اقول على يعني ناس بعتوا لي حاجه حلوه قوي واتبسطت بيها قوي، فيعني لازم اشكرهم. الشركه دي اسمها الذهبي للعطور، انا هسيب اللينك بتاعهم طبعا تحت الفيديو، بس هم بعتوا لي حاجات شكرا يعني ان هم فكروا فيها بالشكل ده او وثقوا فيها بالشكل ده. بعتوا لي برفيوم اسمها ماجستيك وواحده ثانيه اسمها لوكسري. الاتنين دول ريحتهم فظيعة وينفعوا الصبح وبالليل. هما المفروض قالوا لي ان هما ما فيهمش حتة عربي، بس بصراحة هما فيهم حتة حاجة عربي صغيرة قوي اللي هي مخلياك مرتاح وانت بتشمها، وفي نفس الوقت مش باينة. طبعا انا اللي انا شايف كده يعني، انا عارف ان انت قلت لي غير كده، بس انا حسيت اللي هو الريحة بتاعت انا متربي في السعودية فعارف اللي هي عارفها.
فالكولونيتين فظاع وتمنهم مش غالي. وبعتولي حاجة كمان انا ما كنتش مصدق ان هم عملوا حاجة زي دي، بعتولي 4 كولونيات، دول 3 بس، هم 4، هم دول 5، بعتولي 5 عشان انا مش عارف اشيل غير 3، بعتولي 5 كولونيات عملوهم والمفروض بيتصنعوا خلاص في المصنع، بس بعتهم لي حتى قبل ما يتلسي عليهم اي حاجة عشان اجرب واقول لهم رأيي. فيعني شكرا ان انتوا اديتوني اسمها ايه يعني تقدير رهيب، وشكرا ان انتوا بعتولي يعني دول حتى لو انتوا بتجربوهم لسه، فهم 5 كولونيات خطيرة. عاوزين تعرفوا هينزلوا امتى او كده ابعتولهم. هنكمل بقى موضوع الفيديو عشان ما اطولش عليكم، بس الناس دول محترمين قوي، اتعاملت معاهم شخصيا، جربوهم وقولوا لي رايكم طبعا. وقولوا لهم ان انتوا جايين من الفيديو ده عشان اظن هعمل لكم ديسكاونت. فبعد ما تستحمى وتحط الديودرنت بتاعك لو سمحت اغسل سنانك كويس، ولو انت زيي بتحب تلبس خواتم كتيره معلش البس خاتم واحد بس، ولو انت زيي بتحب تلبس خواتم كتيره وكده في صوابع ممكن تبقى بتضايق ناس يقول لك ده عربجي مثلا، فمعلش البس خاتم مثلا في الصباع ده، ممكن ما تلبسش خواتم خالص لو حاسس ان هو مش هيفهموا ده. لو البنت فاهمه ده انت عارفها قبل كده وعارف ان هي اصلا بالنسبه لها قشطه، اهلها لسه مش واخدين عليك. انا لحد دلوقتي لما بروح للبيت عند حماتي بلبس خاتمين بس بالكتير، لان اكتر من كده بتبقى هي مش مرتاحه مستغربه الشكل لحد دلوقتي، فبحاول ما دخنوهاش، بحط واحد في جيبي وبنزل الشارع البس 3-4 براحتي. نزلت البيت رحت المكان، هقول لك على حاجه صغيره، بقول لك الحاجات اللي هي المبالغه قوي والحاجات اللي هي قشطه طبيعي. لو انا مثلا واخد مراتي اللي هو هنزل معاها اول نازله وعايز اروح مكان عشان اعزمها فيه، الخروج الاولانيه من الحاجات الحلوه قوي اللي بتخلي البنت برضو بتعمل ايه نمره قدامها، ان انت لما تخش مكان تحس ان انت عارف الناس اللي في المكان، بيسلموا عليك بتضحك في وشهم وانت بتقعد عايزين يخدموك ويبسطوك. الجو ده بيخليك انت بتخش مرتاح، حاسس ان انت داخل مكانك. حتى لو رحت مره واحده بس وسلمت على الناس او اتعرفت على حد وقلت له اسمك وبتاع، هتخش المره الجايه مرتاح للمكان. طبعا دي اللي هي الحاجه اللي هي المبالغه شويه. لو انت المكان ده اول مره تروحه عادي جدا اول ما تخش تقول لهم مثلا لو سمحت هو في حجز باسم كذا، تحجز من قبلها لان في اوقات ممكن تلبس وتروح مكان يكون في حجز وما تلاقيش حجز، فانت تكلمهم قبل ما تروح تسال لو في حجز في مينيمم تشارج عشان تبقى عامل حسابك. الحاجات دي مهمه جدا، انا بقول لك عشان ما تروحش هناك وتقول الله يخرب بيتك يا شعران انت ليه ما قلتش الموضوع ده، انا ماليش دعوه. فرضنا مثلا انت رحت المكان قبلها في البدايه، لو انت اللي هو برضو مكسوف سنه او محرج سنه او بتاع، حاول ما تاخدش الترابيزه اللي هي الترابيزات اللي تبقى في النص. لو عرف تتظبط حاول تبعد عن الحته اللي هي اللي ايه فيها السبوت جامد عشان ما تحسش ان انت ايه غصب عنك في الاوقات اللي انت بتبقى قلقان فيها حاسس ان كل الناس شايفاك، ان محدش اصلا، كل واحد هتلاقي واحد جنبك برضه في حوار وملطوط فيه ومكسوف ومحرج ومش عارف يعمل ايه وانت جنبه فاكر ان هو بيبص عليك، لكن هو اصلا ما فيش حاجه خالص. حاجات زياده شويه يمكن بس معلش. نيجي للنقطه اللي بعدها، فرضنا مثلا انت نازل مع واحده وابوها وامها، الحديث كله لازم يبقى كله داخل فيه. هتحس الموضوع صعب بس انت لازم توري الراجل ان انت محترمه وبتوجه له الكلام دايما، مش كل شويه عايز ايه صوتك ينعم ويهدى وبتاع عشان تكلم البنت بشكل اللي هو كده ولذيذ. لا، في راجل لو هو عايز يشوف فيك الراجل ده فلازم تبقى داخل عامل حسابك هو قاعد بيبص من بعيد على الشخص اللي هو هيبقى مع بنته ده مين. كده كده مامتها هتبقى بتبص لك وبتفصصك، بس كشخصيه الراجل هو اللي هيفرق معاه. بعد كده لو الراجل يعني عنده اللي هو تفكير شويه بسيط يعني والست نفس الكلام، هم عارفين ان انتوا نازلين قدامهم عشان تتعرفوا على بعض. لو طبعا معاك اهلك ابوك اخوك ايا كان هيعرف هو ايه ياخدهم يتكلم معاهم وهم عارفين ده. لو اهلها مش موجودين طبعا هتبقى هتخش في الحته اللي انا هقول عليها دلوقتي دي على طول، بس في الاول هيبقى ايه داخل اللي مع الاهالي وبتاع مش عارف ايه، بعد كده هيجي بقى الدور بتاعك مع البنت. وهنا في الحته دي انا هوجه حاجه للبنت بالذات بس قدام شويه عشان لو في بنت يعني بتتفرج يا ريت تراعي الحته دي لو قدرت يعني او تستحملني اصلا. في فيديو عملته اسمه عايز تكلمها تكلمها في ايه، هسيبه هنا. الفيديو ده فيه افكار اللي هو ازاي تفتح موضوع مع حد عامه، بينفع مع البنات وبينفع مع اي حد ان جنرال. بس يعني الملخص بتاع الحته دي، اهم حاجه في الموضوع ان انت لو عايز تبقى شخص، وقلتها 100 مره قبل كده، انت عايز تبقى شخص مثير للاهتمام، البنت تبقى عايزه تعرفك لان انتوا المفروض رايحين تتعرفوا على بعض. فانت لو فضلت تتكلم عن نفسك والله انا بعمل 1 2 3 4 5 في الاول هي مش مهتميه تعرف خالص. هقول لك حاجه كده بصوره عامه، اكتر حاجه تعملها صح قوي
ان انت تبين ان انت مهتم باللي قدامك مش بنفسك. انت مش رايح القعده دي عشان تتكلم عن نفسك، اللي هو ايه ده انا همشي وانا ما قلتش حاجه عن نفسي. بالعكس، عادي خالص. كل ما البنت تتكلم اكتر هتبقى مرتاحه معاك اكتر وانت هتعرفها اكتر، وهو ده الاهم بالنسبه لك. انت مش رايح القعده دي عشان تتكلم عن نفسك وعن مجدك وشغلك وفلوسك ومرتبك، لا، كل الحاجات دي جايه قدام. بس في الاول انت قعدت عادي جدا تقول لها انت جيتي المكان قبل كده، انت ايه نوع الاكل اللي بتحبيه، مواضيع عامه جدا. ايه ده، هو انت كنت بتشتغلي فين، ايه ده انت كنت في مدرسه ايه، مواضيع في اسئله كتير قوي تقعد تفتحها انت. ومن القصص اللي هتقولها لك هي، انا ممكن اعمل فيديو عن الموضوع ده. المهم لو هي مهتمة هتروح قالك طب وانت كنت فين. البنات بتحب تتكلم قوي، ولو انت بتسمع كويس، في فيديو اسمه كده على فكرة، في فيديو اسمه انت بتسمع كويس، ان شاء الله افتكر برضه احطه في الكارد اللي بيطلع فوق ده. لو انت بتسمعها كويس وبتديها فعلا اهتمام وهي بتتكلم، انت خلاص كده، لانها بتبقى عايز تتكلم عامة. فدي اول خطوة، تديها الميكروفون تتكلم عن نفسها وانت تقعد توريها ان انت مهتم. انت عارف مين اللي بيبقى لذيذ قوي في المواضيع دي؟ صاحبة السعادة. إسعاد يونس من أكتر الناس، أنا دي من الناس اللي أنا لو عايز أطلع في التلفزيون هحب أطلع مع إسعاد يونس، لأن هي فعلا عندها طريقة إن هي مش بتمثل إن هي مهتمة، هي مهتمة بتقول شوية أسئلة، اللي هو إيه الأسئلة اللذيذة دي؟ إزاي لما اللي هو الضيف بيتكلم بتروح سألها أسئلة تبين إن هي فعلا مهتمة بيه هو، ولما بيقول لها حاجة تقول آه فكرتني والله بحاجات مثلا وكده، اتكلمت عن نفسها وبعد كده تروح مديالك تاني الكلام، خطيرة، والله بقول لك إيه، لو عايز يعني تاخد فكرة عن ازاي تبقى اللي هو شخص ظريف، شوف صاحبة السعادة، فعلا لذيذة. بعد ما هي بقى اتكلمت عن نفسها خلاص، ساعتها بقى ممكن انت ايه تقول لها انا برضو عامة انا الصراحة كنت في جامعة كذا، يعني انا في مجال قريب من ده شوية، انا في مجال مختلف خالص، انا ممكن اعرف عنك حاجات جديدة، الموضوع ده لذيذ قوي، طب ما تقولي لي عنه. بص اقول لك على حاجة، انا برضو الحاجات اللي بعملها فيها كذا كذا كذا. المواضيع تقعد تفتح بعضها عادي. بس اللي انا عايز اقول لك عليه، ما تحطش على نفسك ضغط زيادة، ما تقلقش خالص، حاجة صغيرة بس اخيرة، حاول تاخد الدنيا ببساطة كل حاجة، حتى ملاحظاتك ما تبقاش بتتريق على الناس عشان يبقى هو ده الهزار مثلا، ما تقعدش ترخم عليها زيادة على اساس ان هو يعني يبقى ده الهزار. خليك ظريف مع الويتر وانت بتتكلم معاه، حاجات مختلفة كده تخليك تبان ان انت شخص خفيف عامة. لما تاخد راحتك معاها ممكن تلاقي نفسك ابتديت بقى تفك وتهزر وتاخد راحتك معاها اكتر. ده اللي انا اقدر اقول لك عليه، يعني ما تخليش الموضوع جد قوي عشان البنات بتزهق قوي من الحاجات الجد بزيادة، اللي هو يعني انا عايز افرفش. وهاجي بقى لاخر حاجة اللي هقولها للبنت، زي ما قلت للولد انت جايزة، بس في نفس الوقت زي ما قلت للولد برضو ما تبقيش تقيلة، ما تبقيش رخمة، ما تبقيش بتوريله اللي هو لا انا عندي حياء جامد قوي بتكسف قوي فمش هتكلم خالص، يقعد هو يسأل وانا افضل ساكتة. يعني بيني شوية اهتمام بسيط لو انت مهتمة، لو مش مهتمة كملي القعده عادي خالص، وخليكي لان انت برضو الحاجات دي بتعلم في الدماغ، يعني بعد ما تمشوا ممكن ما تتجوزوش وبعد كده تقابلوا تاني في الحياه، فما بقاش اللي هو تقفلت الموضوع بينكم اللي هو يا ساتر دي كانت قاعده زي السم. اعتقد يعني ده كل اللي هو جه في دماغي، ودنيا بسيطه قوي ولذيذه. معلش لو طولت عليكم، في حاجات عبيطه جدا ممكن تفرق قوي في القعده، فيعني حاولت في الفيديو ده كده اللي هو ايه اوضحها شويه يمكن تفرق مع حد. شكرا يا جماعه ان اتفرجتوا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على الحاجات اللي موجوده تحت دي عشان يجيلكوا اخبار عن اي حاجه جديده بعملها في حياتي وعن الفيديوهات. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.